وفي أخبار الشمال السويد، تغلب نادي أهلي عمودة على نادي دجلة بهدف نظيف، وذلك في الجولة الأولى من إياب دوري إقليم الجزيرة الدرجة الثانية. وأهدى اللاعب بسام خليل 3 نقاط ثمينة لأسود أوركيش بعد أن أحرز هدف اللقاء الوحيد لصالح فريقه في الشوط الثاني، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب الشهيد هيثم كاتشو بمدينة القامشلي. وفي لقاء آخر من الجولة ذاتها، فاز نادي سريكانية رأس العين على نادي برخودان 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت على أرضية ملعب الشهيد رستم جودي. وسجل للنادي سريكانية كل من اللاعب زهير الحسين وعدنان الزوين ومصطفى صالح، بينما سجل هدف برخودان الوحيد اللاعب إبراهيم عمر. الجدير بالذكر أن مكتب كرة القدم في الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة حدد موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى لأندية إقليم الجزيرة لكرة القدم فئة الرجال في 9 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.